سلامات يا شباب. هلا دكتور، في حد عنده أي سؤال على المادة تبعت الامتحان بكرة؟ طبعا امتحاننا بكرة الساعة 5:30، انتوا عارفين الحكي هذا. خمسة ونص ولا خمسة احنا عاملينه؟ 5 دكتور. أنا غيرته لشعب اليوم، اليوم في 3 شعب عندهم امتحانات، يرجو لخمسة ونص لأنه في ناس عندهم مختبرات بيخلصوا الساعة 4 كان بيلحقوش يوصلوا بلدهم. أنت الساعة 5 معناته امتحانكم بتضل زي ما هو. احنا نضل زي ما هو دكتور. ها بتضل زي ما هو خلص. خلاص ان شاء الله. في حدا عنده أي سؤال أي استفسار؟ إلا إذا أنتوا يعني في حدا عنده مختبرات بتخلص بوقت متأخر وخايف ما يوصل، إيش بعمل على الخمسة ونص؟ في حدا عنده مختبرات للساعة 4؟ لا دكتور، شكل الوضع تمام. ها خلص نخلينا على الساعة 5. ان شاء الله. في أسئلة شيء؟ لا لا، وصلنا عند هنا المرة السابقة صح؟ آخر شيء حكيناه قلنا إنه الأخطاء أو مسببات الأخطاء في الجي بي إس بتؤدي للخطأ في الإحداثيات قد يصل إلى 100 متر في بعض المناطق، وفي بعض مناطق أخرى قد يكون ضمن متر مترين ثلاثة. إلى أن سألنا سؤال إنه هل هذا مناسب؟ سألت السؤال هيك بشكل مجرد في الأول، فالبعض منكم جاوب إنه لا. أعطيتكم أمثلة عن الطيار اللي يسقط الطائرة الحربية، أو إذا كان في ماسورة مي، أو إذا واحد ضاع في مكان ما وطلب مساعدة. هذا الحكي it's accurate enough ولا لا؟ مظبوط دكتور، مظبوط حسب الاستخدام. ولكن إذا كنا نشتغل مساحة وبدنا إحداثيات بدقة السنتيمتر، يعني خلينا نقول، هل هذا الحكي مناسب؟ أكيد لا، كثير دكتور. طب ولا كيف نعدله هذا الحكي؟ بسيط. شوف يا شباب، بنجيب جهازين بدل جهاز، جهازين جي بي اس، واحد بنحطه على نقطة معلومة الإحداثيات، واحد بنحطه على النقطة اللي احنا بدنا إحداثياتها. انتبه الآن، لو كان عندي نقطتين بعاد عن بعض، خلينا نقول ضمن 10 كيلو، نقطة معلومة الإحداثيات ونقطة أنا بدي أوجد إحداثيات بعاد عن بعض 10 كيلو. هل الآن إحنا، أو قصدي الجهاز اللي هان والجهاز اللي هان، بيكونوا شايفين نفس الأقمار الصناعية بنفس الوقت ولا ممكن يكون أقمار مختلفة؟ تذكر أن الأقمار على مسافة تقريبا 21 ألف كيلو متر من الأرض. دكتور نفس الأقمار اللي بنشوفه، شو ال10 كيلو بالنسبة لشو اسمه؟ بالضبط، شو ال10 كيلو ل 21 ألف كيلو؟ بيكون إحنا اثنين شايفين نفس الأقمار. أقول لك اللي بشمال فلسطين وجنوب فلسطين بيكون شايف نفس الأقمار، لأن يعني فلسطين عن مسافة 21 ألف كيلو هي نقطة على سطح الكرة الأرضية، صح ولا لا؟ صحيح دكتور، مزبوط. طيب شو معنى كلامي انه احنا شايفين نفس الاقمار؟ معناته لو خليت الجهاز هذا اللي هنا يقيس، وهي الجهاز اللي هنا يقيس، فهذول الجهازين راح يكون لما بقيسوا راح يكون في قياساتهم نفس الأخطاء، لأنهم هم شايفين نفس المنظومة من الأقمار الصناعية، صح ولا لا؟ مظبوط. طيب هذه النقطة أصلا هي جزء من شبكة الإحداثيات، إحداثياتها معلومة، فأنت تحط الجهاز عليها، الجهاز بقيس إحداثيات، إحداثيات فيها خطأ طبعا، إحداثيات الجي بي اس، صح؟ صحيح. طيب
بس ما في عنده احداثيات معلومه. بوجود الإرث. المقاس ناقص المعلوم شو بيعطيك؟ ايرور. إرور. خذ الايرور هذا وعكسه بيعطيك كوركشن، صح؟ صحيح. حط الكوركشن على القياسات اللي هنا بيعطيك احداثيات دقيقه ضمن دقه السنتي. شو رايكم بهالاسلوب؟ استوعبتوها ولا لا؟ تمام. اذا احنا حتى بالجي بي اس لم نستغني عن شبكه الاحداثيات اللي انشئت في الزمن الغابر والماضي بالطرق البدائيه، لم نستغني عنها. محمد اشتي فتحت الكاميرا، انت ما عارفش انك انت معني ولا لا؟ بالغلط والله ماني معني. فهمتوا يا شباب شو اللي عملنا؟ تمام دكتور. انا بشجع فتح الكاميرا، يا ريت افتحوا خلينا اشوفكم وتشوفوني، مش ظني ادرس اشباح. هذا الاسلوب بنسميه ديفرنشال بوزيشننج او ديفرنشال كوركشن. ديفرنشال كوركشن، وفي مصطلح ثاني مستخدم اللي هو ريليتيف بوزيشننج. ليش؟ لانه انا صلحت نقطه بالاعتماد على نقطه اخرى، ريليتيف بوزيشننج. الان الجهاز اللي بنحطه على النقطه المعلومه بنسميها هذا بيس ستيشن، والجهاز المتنقل على النقاط لو بدي امسح قطعه طارئه بدي امشي على حدود هذا بنسميه روفينج ريسيفر. فانا عندي تو ريسيفرز بيشتغلوا. السؤال، امتى احصل على معلومات مصلحه؟ يعني انا بدي اخذ الكوركشن اللي اجاني من هان واحطه على المقاس هنا. هلا وين هذا الحكي نعمله؟ هل بعد ما نرجع المكتب ولا لحظيا في الميدان؟ اذا في عندي اسلوبين، اسلوب بعد ما نرجع المكتب وهذا بنسميه بوست بروسينج. يعني بعد ما نخلص شغل نجيب هالجهاز اللي كان على البيس ستيشن والروبنج ريسيفر ونوصلهم بالكمبيوتر. الكمبيوتر شو بعمل؟ ريتريفينج او ريتريفال اوف ذا داتا، بجيب الداتا من هنا ومن هنا، الداتا اللي طبعا القياسات اللي اخذت بنفس الوقت من نفس المنظومه الاقمار الصناعيه. طبعا شو بيعمل هذا الحكي؟ مش اختصاصنا الان. بحطهم بهالطنجره على نار هاديه وبخلطهم، بحرك هيك يعني بقول لك تفضل، هاي هي الاحداثيات المصلحه للاماكن اللي انت كنت فيها. الان هذه الخلطه اللي على اللي في الطنجر اللي على النار هذه هي هذه اللي تتعمقوا فيها فيما لو تخصصوا في موضوع الجيوماتكس وبالذات في الجي بي اس لاحقا. هذا بسميه بوست بروسينج، يعني احنا ما بنحصل على الاحداثيات بشكل لحظي واحنا في الميدان. نستنى تمنوا نخلص شغل ونروح على المكتب، بعدين في المكتب نحصل على الاحداثيات المعدله. طب بلكي انا احتجت احداثيات معدله لحظيا وانا في الميدان. ممكن واحد يسالني وين انا ممكن احتاج منها عليها لحظيا؟ في اعمال الملاحه، الملاحه البريه والجويه، وانت ماشي بسيارتك ملاحه، انا بحاجه لاحداثيات لحظيه. جزء كل 10 او 20 متر بكفيني، بقول لك ماشي. انا حسبت حد ل حد لك لحديدي او لصليب بين جيران متنازع عليه، يعني حديدي ومخلوعه بدنا نرجع لهم اياها من الخرائط حسبنا احداثياتها. الان بدنا نروح نحط لهم الحديدي. انا شو بعمل؟ انا بحط الاحداثيات في الجي بي اس، وبعدين الجي بي اس بيعطيني سهم ومسافي وبقول لي وين امشي عشان احط العلامه. فانا بدي احداثيات لحظيه، ما بدي استنى، ما بدي انا اوقف على نقطه اخذ احداثيات ارجع على المكتب اشوف شو احداثياتها المعدله ورد ارجع مره ثانيه وانت بخلص. لا، انا بدي تعديل بشكل لحظي. طب كيف هذا الحكي ممكن يصير؟ شوفوا كيف ممكن يصير. هذا بنسميه ريال تايم بروسينج. ريال تايم، شو اللي بصير؟ اللي بصير انه
هذا الجهاز اللي على البيس ستيشن، هذا الرومينج ريسيفر نفسه ما اختلفوش، اللي اختلف امكانيات الجهاز هذا. هذا الجهاز في عنده امكانيات لحساب الكوركشن وبثها، اذا في عنده قدره بث هي كوركشنز ترانسميتد تو فيلد ان نير ريال تايم فيا راديو لينك. يعني شوفوا الجهاز هذا شو بعمل، احنا بنغذيه بالاحداثيات للنقطه اللي هو عليها بكيس من الأقمار الصناعية، بيطلع إحداثيات بقارنها مع الإحداثيات، هو نفس الجهاز كمبيوتر منه فيه، بقارنها مع الإحداثيات الصحيحة للنقطة، بحسب الإيرور عكس الكوريكشن، وبعدين ببثه عبر موجة راديو، راديو لينك. الآن مين بيستقبل هذا البث؟ مش أي واحد، مش أي جهاز، يعني واحد بيحكي صيني مين بيفهم عليه؟ اللي بيحكي صيني. فهمتوا علي؟ تمام. فهذا الجهاز اللي هان بيكون مبرمج يفهم لغة الجهاز هذا، يعني إذا في موجود جهاز من نوع ثاني في المنطقة ما بيفهم، ما بيستقبل الكوركشنز هذول، في وصلة، هذا بيفهم على هذا، في برمجة لهم. فأنت ممكن كشركة، يعني احنا في الجامعه شرينا 5 اجهزه، واحد منهم ببيت والخمسه بيلتقطوا الموجه هذه، يعني هذا بيقدر يبيت لكذا جهاز، مش بس لجهاز واحد واثنين وثلاثه. هاي زي موجه الراديو، بتحط على الموجه الصح بتستقبل الاشاره. الان اليوم هذا شكل بزنس لبعض الجماعات. كيف؟ يعني أنا كمساح بجوز ما عنديش قدرة أجيب جهازين، لأنه بدك تجيب جهاز هنا وجهاز هنا، أنا ما عندي قدرة أشتري جهازين، أنا عندي قدرة أشتري جهاز، بس ما عندي مشكلة إن أنا أدفع لي 300-400 شيكل شهريا اشتراك مع جهة معينة تعطيني كوركشنز. فاليوم في عندك شركات جي بي إس راحوا وزعوا ريسيفرات على كامل أنحاء البلاد على نقاط معلومة الإحداثيات، وبيبثوا كوركشن على دائرة الساعة. الآن بدك تشترك بالخدمة عندهم، بيعطوك بطاقة زي جوال وطني تنحط في جهازك، وبتدفع اشتراك شهري زي ما بتدفع لجوال أو وطني، وبتاخذ كوركشنز منهم. في اللحظة اللي أنت ما بتدفعش بيسكروا على الشريحة تبعتك. استوعبتوا الكلام يا شباب؟ واضح واضح. تمام. هذا ريال تايم. بس مين ادق بالكم، البوست بروسينج ولا ريال تايم؟ ريال صح؟ لا طبعا، بوست بروسينج ادق. هلا مين ادق؟ كيس مسافي 5 مرات تاخذ المعدل ولا مره واحده يضلك ماشي؟ لا 5 مرات. والبوست بروسينج اللي بنسميه ستاتيك، انت لما بتوقف على النقطه ممكن 10 دقائق ربع ساعه، طول 10 دقائق ربع ساعه هذا الجهاز عماله بيجمع معلومات من الاقمار الصناعيه، بيجمع زي اللي بكيس 10 مرات او بكيس 15 مره، ولما بتروح على المكتب باخذ كل القياسات هاي بعين الاعتبار. بينما الريال تايم انت بتوقف عم تاخذ احداثيات تذكر على اللي بعدها، هذا زي اللي بكيس مره واحده. فاذا انا بدي اشتغل شبكه احداثيات بشتغل بوست بروسينج ولا ريال تايم؟ البوست. بوست بروسينج. واضح شباب؟ واضح دكتور. واضح دكتور واضح. اوكي. الان هذا فيما يخص تعديل الاحداثيات الافقيه اللي هي واي واكس. احنا هنا شو عدلنا احداثيات؟ حكينا في موضوع الارتفاعات هنا احنا؟ لا بس احداثيات. بس احداثيات افقيه قصدك، ما هي برضه ارتفاع. احداثيات افقيه، في احداثيات عموديه بس احنا بالافقيه. بس الافقيه، طب والعموديه بنسوي فيها نفس الشيء، كيف؟ طبعا هذا موضوع حكينا عنه. هاي ديترمينيشن يوزنج جي بي اس. اذا نرجع الان لكلام حكيناه بشابتر 4، بدايه شابتر 4 مساحه 1. كنا من احدى طرق قياس الارتفاعات از يوزنج جي بي اس، صح؟ مظبوط. لاحقا وليس في عندنا فوتوغرامتريك هاي ديترمينيشن.
خلينا نشوف الجي بي اس كيف عن طريقه ممكن نقيس الارتفاع. زي ما استعنا في نقطة معلومة الإحداثيات في للإحداثيات الأفقية، بدنا نستعين ببنش مارك للارتفاع. طبعا إذا بتطلعوا هنا، إحنا لما قسنا الارتفاع هنا قسنا عن الإبسود ولا عن الجيود؟ هاي طلع لي هذا عن الإبسود ولا عن الجيود؟ الإبسود. بس إحنا عادة الارتفاعات بتهمنا عن الإبسود ولا عن الجيود؟ الجيود. الجيود اللي وسط البحر. إذا لازم نعدل هذا الارتفاع تبع الإبسود الهايد بنسميه، لازم نعدله للجيود الهايد، صح؟ تتذكروا بمساحة واحد هاي الإليبس، تتذكر لما رسمنا لكم الجيود وقلنا لكم الجيود ممكن يكون فوق أو تحت منسوب الإليبسويد، تذكرين الحكي هذا صفحة 7؟ مظبوط دكتور. دكتور فوق مستوى الإليبسويد يكون زي جبال، إذا تحت المستوى يكون زي مياه. طب هذا 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 البعد بين الجيود، الجيود اللي بالأزرق اللي ينطبق على سطح البحر، وهذا الإليبسويد. شباب ده أنا ضروري أرد على المكان اللي سمعته. بعتذر عن الانقطاع شباب. هذا سميناه هذا الفاصل جيوديتيك اندوليشن، ذاكرين الحكي هذا؟ صحيح. وقلنا انه قيمتها قد تصل لحد 100 متر. مزبوط؟ صحيح. وقلنا انه رح يجي لها وقت ونقيسها بمساحة 2 ان شاء الله. وهذا هو الوقت اجى. اذا انا بهمني الارتفاع عن الازرق، بس الجي بي اس بيقيس لي عن الاحمر. اذا هاي الرسم، هاي وين اذا لو جبنا هلا جهاز جي بي اس وحطينا على بنش مارك، البنش مارك معروف ارتفاعه عن سطح البحر اللي هو الجيود، صح؟ مزبوط. اذا انا معروف عندي الاتش الكابيتال اتش، هذا الإليبسويد الفاصل بينهم هي الجيوديتيك اندوليشن سميها ان. الان انت لما تحط الجي بي اس هنا، الجي بي اس بيقيس لك سمول اتش الارتفاع عن الإليبسويد، مزبوط ولا مش مزبوط؟ مزبوط صحيح. طب وكابيتال اتش ما هي معروفه اللي هي ارتفاع عن سطح البحر، فالفرق بينهم هو الجيوديتيك اندوليشن. استوعبتوا كيف بنقيسها؟ استوعبت. الان هذه رسمي فيها مبالغه طبعا، الرسمي هنا يعني انا عندي نقطه هنا على سطح الكره الارضيه، هاي النقطه اللي بجنبها عارفين قد ايه بتبعد عنها؟ بجوز تبعد عنها نص كيلو، ما هي النقطه على سطح الكره. اقول لك نابلس بحالها، يا دوب تيجي نقطه على سطح الكره الارضيه، صح؟ صحيح. الآن بدي أنا أحكي الكلام التالي وكل منطقي ومعقول وصحيح ولا لا. أنا بدي أقول لك هل جيوديتيك اندوليشن جنب البنش مارك على بعد في دائرة قطرها نصف كيلو أو كيلو، جيوديتيك اندوليشن ضل ثابت ما بتغير. منطقي الكلام مش منطقي؟ منطقي. إذا أخذنا بعين الاعتبار الحجم الكبير للأرض وللجيود وللإليبسويد. دكتور منطقي. منطقي. إذا أنا الآن بديت من بنش مارك حسبت إن. أوكي؟ قست إن. الآن بدك نقطة بعيدة عن البنش مارك 200 متر 300 متر، تروح توقف عليها، بتجيب الإتش من الجي بي إس، تطرح منها إن، بيطلع عندك الارتفاع عن سطح البحر. استوعبتوها؟
دكتور. اذا احنا ليش بدينا من بنش مارك؟ بس عشان نجيب ان. مجرد ما جبنا ان خلص النقاط اللي حوالي البنش مارك تروح بتقيس الاليبسويدال هاي بتطرح منه ان بيطلع عندك الارتفاع عن سطح البحر. السؤال ماذا لو صرنا بعيدين عن البنش مارك 2 كيلو 3 كيلو؟ بنروح على بنش مارك ثاني وبنحسب ايش ان جديده او بنقيس ان جديده. يعني ما بنستخدم نفس الان لفلسطين كلها مثلا. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. مين عنده اي سؤال؟ وموضوعنا الاخير هو بعض التطبيقات على الجي بي اس. والله التطبيقات اليوم لا تخفى عليكم يعني صارت شائعه بشكل كبير. اول تطبيق اللي هو التراكينج. انتم بتعرفوا اليوم السيارات الحديثه فيها جي بي اس على اساس لو انسرقت يحددوا وين مكانها. مزبوط دكتور صحيح. مو هذا تراكينج تتبع هذا ولا لا؟ مزبوط. يعني في عندك جهاز جي بي اس في داخل السياره قاعد ببث على دائرة الساعه للمستقبل الرئيسي هو وين موجود. يعني انا مثلا هسه بدي اعمل شركه شحن بدي اشتري لي كم تراك، بس انا حاب اعرف في اي لحظه تركاتي وين هي، فانا بحط في كل تراك جهاز جي بي اس، والمين ريسيفر للاجهزه من الاجهزه هذه المين كوردينيتر موجود عندي في المكتب، فباي لحظه من اللحظات بيجيني اشاره من الاجهزه هذه او على الشاشه بتكون تضوي، بكون في كل لحظه شايف العشر تركات وين موجوده. هذا تتبع. مزبوط. بدي ادرس نمط الهجره عند الحيوانات، بصيد الحيوانات الحيوان بمخدر وبحط الجهاز جي بي اس على ركبته، وبعدين لما بصحى بتيه في هالبراري وانا في دائره الساعه بكون عارف وين الحيوان موجود هذا. صح؟ صحيح. هذا هو التعقب او التتبع تراكينج. الشغله الثانيه اللي هي النافيجيشن. اليوم السيارات الحديثه كلها فيها الحكي هذا، فيها خارطه تحط نقطه البدايه تحط وين نروح وهو يحط لك يرسم لك الباث اللي تبغى تمشي فيه ويعطيك تعليمات تعليمات صوتية كمان. شفتوا هذا الحكي ولا ما شفتوش؟ موجود على الموبايل كمان. في برامج بامكانك تنزلها على الموبايل زي مابس دوت مي. هذا انا بوصي فيه برنامج مستخدمه. اسمه دكتور؟ مبين عندكم ولا مش مبين؟ اسمه مابس دوت مي. بنصحكم هذا ممتاز كثير البرنامج، وكمان بيشتغل بدون نت. هذا اسم البرنامج، نزلوه على جوجل بلاي على البلاي ستور. اوكي ممتاز كثير. وبعدين بعد ما تنزله بتنزل الخرائط اللي للمكان اللي بدك اياه، لاي مكان في العالم، نزل خرائط الاردن وفلسطين واسرائيل وكذا، بتقدر تتنقل وتمشي عليه. يعني انا شخصيا كثير مرات بمشي عليه داخل فلسطين، انا بمشي عليه بالسياره. يعني انا عندي مفروض نافيجيشن بسيارتي بس مش شغال، مش بعرفش من كوريا معطلينه. بحط هاي الموبايل بجنب الشاشه هذه على لزقة عندي وبمشي عليه عادي. ويبقى يعطيني تعليمات وكل شيء. بروح على الأردن أكثر من مرة داخل عمان، بمشي عليه بوصل، ما بضطرش أسأل بني آدم وين بدي أروح وين بدي أجي. يعني هسه أنا مستعد على البرنامج هذا أحطني في طوكيو، من عمري إذا دخلت طوكيو اليابان، وبستأجر سيارة بفرها بالنت في على الحكي هذا. فكلياته هذا من وراء الجي بي إس. فمن اكبر تطبيقات الجي بي اس اللي هي النافيجيشن. الشغله الثالثه اللي هي فيلد ديجيتاليزيشن. شو يعني فيلد ديجيتاليزيشن؟ يعني من نحول الفيلد من فيلد لديجيتال. يعني قطعه الارض لما انت بتروح على حدودها حدد بتجيب احداثياتها تروح تحطها على الكمبيوتر صارت ديجيتال. عندي قريه مثلا بدرسهم شبكات الطرق اللي فيها. ما لهاش عندها ما في الا شبكه الطرق. بسيطة.
بمشي على سنتر لاين تبع الطريق الاول من اوله لاخره، وانت ماشي تاخذ احداثيه، بعدين غير على خط على الشارع الثاني على الشارع الثالث، بعدين روح نزل مع الاوتوكاد وصل بينهم. هاي شبكه الطرق، حولناها من فيل للديجيتال. والتطبيق الرابع اللي هو احنا بدلمنا كثير اللي هو استابليشمنت اوف هوريزونتال كنترول بوينتس لعمل شبكه احداثيه. من يوم لما نعمل شبكه احداثيه بنعملها على الجي بي اس، بس طبعا بالاستعانه بنقاط موجوده علشان الكوريكشن. مفهوم يا شباب؟ مفهوم دكتور. واضح. حدا عنده اي سؤال؟ اي استفسار؟ اوكي، هيك بنكون خلصنا شابتر 12 وير ريدي تو جو تو شابتر 11.